فقط ورقة تعريفية من مواليد تازة. قلت لك قبل فاش كنا كنعدوا البرنامج انه هذا الثلج والبرد هنا كيفكرك بالنواحي ديال المدينه ديالك فين تزدتي؟ كتفكرني بمدينتي، ومع الاسف هذا الشتاء كنت مشغوله شويه ما قدرتش نمشي، فانتم جبتوا لي تازه حتى لعندي، شكرا بزاف. ايوا فوالا، مرحبا بك في تازه. تازه شو. اذا قلنا مشهد الكلام مواليد تازه. سيتي اون فيل ماروكان. سي جيتي اون فيل ماروكان جو سري تازه لا فيل دو مون انفونس. Je serai le Batouane, le quartier de mon enfant. D'abord, on va dire la boum à quoi de l'Uba, Sénia. Quand tu as refoué les gens, elle est venue, il y en a acte. Là où tu m'as dit, je suis venu, je suis venu. C'est ça. Ah. Là où tu m'as dit, je suis venu. C'est ça. Là où tu m'as dit, je suis venu, je suis venu. C'est ça. ربيع 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 لو كنت أغنية أو نشيد والنشيد ما غاديش نتجاوز النشيد الوطن يكون في الطاجين طيب على الفخر هذه ممكن واقيلا تازية وهي كيديروها توازة ولكن أنا كنميل ليها أشنو رأيك؟ نستمعوا مرة أخرى نقول لك هذه العربية هذه سميتها البرانس هي الأصل ديالنا ديال العائلة ديالي في تازا يعني هذه واحد لي ريجون ديال تازا نواحي ديال تازا كنتي كدي معك خبي السلام عليكم صحاب تازا Comme pour la communauté marocaine de Montpellier, Taza et tout le Maroc sont fiers du nouveau prodige du football marocain en France. مساء الخير عليكم وفرصة سعيدة أنني متواجد هنا بمدينة تازة مدينة بطبيعة الحال اللي كنتمي إليها كيحصل لي الشرف أنني نكون ولد تازة بطبيعة الحال ما كاينش غير سعد السولي كاين الأخ والصديق ربيع القاطي وكاين جمال الدبوز وكتكون يعني مدينة ديال تازة معروفة منذ التاريخ عندها تاريخ عريق عندها تاريخ قديم عندها واحد التاريخ مع المستعمر الفرنسي هاد الجبال ديالها كانوا كيدويو غادي يقولوا بأننا حنا اللي قهرنا فرنسا جوا دزيريان سني 32 سنة يتألق رفقة إفس زاكينتوس الممارس بدور الدرجة الثانية اليونانية والذي يقوده المغربي خالد كرمة ابن تازة كان وسيظل علامة بارزة في تاريخ المنتخب الوطني يحلوا يربط المغربي عادل تعرب والهدف الاول كره ممتازه كره خاطفه كره غداره لا شك ان الموهبه لا تختار رجالاتها عبثا حسن سكيرج واحد من ابناء تازا الذين خط لهم القدر مسارا ملتويا نحو النجاح تألق وطنيا وأوروبيا في رياضة الكيك بوكسينج مشوار مليء بالميداليات والألقاب وفي ذات الآن مليء بالمعاناة والضغوط كانت البداية بجمعية تازة هنا في النادي ديال التايكوندو قصوم الدح وواحد الأستاذ كانت الجامعة الملكية كانت خصصت شي 8 أساتذة في المستوى سردتهم على عبر المدن باش ينشروا لعبة التايكوندو كانت مازال صغيرة 1979 اسمي عبد الحفيظ المحورك من المغرب مدينة تازة القريب من مدينة فاس وعمري 28 سنة أقدم لكم عرض في رياضة التحدي والخوارق يعني هذه الرياضة يعني قوة وفن وتركيز وإرادة نتمنى تعجب لجنة التحكيم والجمهور الكريم اللي حاضر معنا شكرا علي شكرا علي